الرئيس السيسي يؤكد لملك الأردن دعم مصر الكامل لكل القرارات الأخيرة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يجدد الالتزام بإجراء الانتخابات ديسمبر القادم. إحصاء لرويترز يؤكد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131 مليون نسمة و110 ألاف. الرابعة صباحاً، الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم مصر الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أجرى اتصالاً بالعاهل الأردني حيث اطمأن على استقرار الأوضاع في الأردن، مجدداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن. من جانبه أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره لمساندة ودعم الرئيس السيسي بما يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد أهمية صناعة الأسمنت والحديد والصلب في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية. جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تأكيد التزام المجلس بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم. جاء ذلك خلال لقاء المنفي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة طرابلس، حيث ناقش سبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي. من جهته عبر رئيس المجلس الأوروبي عن استعداد كل دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كل السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكداً أن الاستقرار في ليبيا له أهمية كبيرة بالنسبة لدول المنطقة. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه لن يتخلى عن تعهداته باستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن دولاً أوروبية مستعدة للمساعدة على استرجاعها. وقال تبون في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية إن الأملاك المنهوبة الموجودة داخل الوطن نسبتها ضئيلة مقارنة بما هو موجود في الخارج، لافتاً إلى أن تورط شركات أوروبية في عمليات الفساد. وأشار الرئيس الجزائري إلى أن سويسرا وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي مستعدون للمساعدة على استرجاع الأموال المنهوبة. أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131 مليون نسمة و110 ألاف أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أكثر من 2,989,000 حالة، حيث تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر من عام 2019. قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 1,240 وفاة بفيروس كورونا في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الجائحة منذ ظهور الفيروس وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم. وسجلت البرازيل حتى الآن 331,433 وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 12,984,000 إصابة بعد تسجيل أكثر من 31,000 إصابة جديدة.
مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز. شكرا على حسن المتابعة، ونلقاكم من جديد على رأس الساعة مع موجز جديد. شكرا لكم.